عمي ابنك شو اسمه؟ لا علي اسمه؟ آراي. حي الله آراي الوردي واحلى رماش، اسم من اسماء الامام علي عليه السلام بالانجيل وبالتوراة وبالزبور. آراي اكو مش ابنك عمي؟ وهذا ابنك الصغير شو اسمه؟ هذا ذو الفقار. عافيه، هذا اسم مال العرب ذو الفقار. ايه، لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار. حياك الله. شو اسمك انت؟ ذو الفقار. من يا عمام؟ اه ما يدري من يا عمام. حي الله خفاجه واحلى رماش. اقطع.